منطقة جدا هادية، ما أسمع شيء إلا صوت نسمات بسيطة من الهواء. وحاليا متوجهين إلى منطقة اسمها جبل المالح. شنو هو جبل المالح؟ شنو يجي في بالكم لما نقول جبل المالح؟ خلونا نروح ونشوف. طلع بتكون من هني فوق، قالوا لي ساعة نشوف الوضع. طلع ترى للحين ما وصلنا شيء، للحين ولا شيء، بديت اناهد، فما بالك طلع الحادة فوق. لا لا انا جاي اغامر بالدراجة يا جماعة، هم طالعيني جبل، جبل يقول لي ساعة طلع، يمكن نص ساعة 40 دقيقة هبوط. حتى الآن دقات قلبي وصلت قبلي. شوف المنظر، هاي السيارات هناك، ترى يعني حتى يمكن نص المسافة ما طلعتها. هاي كلهم طلعوا قبلي. الشيء الجميل اني كل ما اطلع اكثر استمتع في المنظر اكثر، ويمكن هذا الشيء هو اللي كان مصبرني. احس اني قاعد اشوف الكرة الارضية امامي. الشيء الاقرب ان بعض المرشدين كانوا يمشون وانهم كانهم على ارض مسطحة، وانا ميت من التعب. شوفوا السيارة، سيارات، شوفوني انا وين، وين قراب. وقفت باقي 10 دقائق، دقات قلبي 100، الحين 135، كانت هني تحت 170. اسمع ليش، اي مرة وصلنا للقمة. هذا اللي طلعنا القمة، دقات القلب 182، وهو غير اعتيادي وغير مناسب لعمري. هذه هي القمة، شوفوا القمة. هذا هو أمير ميت من التعب، تغير لونه أمير. هذا كله طلعناه. أنا الحين على القمة، والعالم وراي. تظنون ان النزلة اسهل من الطلعة؟ مثل ما يقولون راكم غالطين، والله ان النزلة اصعب مليون مرة من الطلعة، خصوصا مع حذاء مخصص لقيادة الدراجة النارية. اكبر غلط، وغير ان انا عندي فلات فود. هذا هو طلعناه عشان ندخل هذا الكهف. كاين نقوش هنا ولا ما في نقوش هنا؟ نوازي وصواعق. اي بس. وهذا الكهف ينتهي وين؟ مزلعة. شو اسمها؟ مغارة المالحة. مغارة المالحة. شوف هاد الصواعق النوازي، هذه آلاف السنين. اي على بالي، على بالي. شوف اللي قدامنا الإنارة مجهدة. ضوم ليه؟ هذه ضوم ليه؟ هذا إناراتكم كنا تاع هذيك تاع التلمسان هذيك. إيوا الطورشون مجهدة. صح هذا صعيب باش توصلها هنا. لا هذا شوفوا الصواعد والنوازل، شوفوا هني عالم آخر داخل. هلا أحاول أشوف شنو في هناك. أنا ما راح أطول بس أرفع التليفون. عالم، هذه مغارة جبل المالح. هذه الطلعة على شكل غروب. وين طريقنا؟ نريحوا شوية نديروا أتاي هنا؟ يلا. وبصراحة
منظر الغروب نساني التعب كله. صفنت تميت سرحان أشوف هذا المنظر الجميل. راح تظلم وللحين ما أدري إذا نص الطريق وصلت ولا لا، بس للحين أنا فوق وللحين السيارات صغيرة مسافة طويلة. شوفوا هذه الطيحة هني، أوصل للسيارات بس أوصل قطع مقطعة. وفي جزء مني يقول انزل بسرعة يا خالد قبل ما تظلم الدنيا، وفي جزء ثاني يقول خلك يا خالد واستمتع في هذا المنظر والغروب الرائع، امش على راحتك مو بلازم توصل بسرعة، لأن المنظر هذا ما راح يتكرر وما راح تصعد الجبل كل يوم. منظر قمة في الروعة ويستاهل التعب والجهد اللي سويناه، تقريبا 3 ساعات طلوع ونزول.